قبل أن أنتقل لفقرات كثيرة عندي اليوم بالبرنامج، موضوع مازن فياض، شغل الجماهير، الرأي العام، وين وصل القضية؟ الصراحة والله مازن يعني من اللاعبين الجيدين مؤدبين الصراحة. كل لاعب تمر يعني عدى فترة يعني هبوط مستوى أو يعني مشاكل. إحنا بالنسبة لنا يعني مازن يعني المرحلة الأولى الولد يعني بكل المراكز لعب، يعني كنا نحتاجه بجميع المراكز، المدرب لعبه لعبه شبه يمنى شبه يسرى، مهاجم، كل يعني ما شكل الولد، بالعكس يعني. بس تعرف من انصاب الفترة اللي راحت تقريبا قعد شهر، فمن رجع يعني رجع المدرب أكيد يعني هم عنده لاعبين جاهزين، عنده لاعبين يعني يعني ما نقول إحنا من أفضل من مازن، يعني وضعهم البدني وضعهم أفضل من مازن، فراد مازن يعني يلعبه بصورة تدريجية يعني خلال المباريات. اللي صار مع نفط الوساطة والولد كان إلى رغبة يلعب، كنت أتمنى أنا يعني مثلاً كل لاعب هو طموحه يلعب ويقدم هاي، بس مو على حساب مصلحة الفريق. يعني مازن اللي سواه أعتقد يعني الولد هو يعني قدم اعتذاره، يمكن البارحة كان متواجد مع الفريق، قدم اعتذار الكادر التدريبي للاعبين حتى لإدارة النادي. يعني احنا كلتنا نتمنى مازن يرجع، يعني مازن يمتاز بخلق عالي، كل لاعب ربما يخطأ بمسيرته، وهذا كل انسان يعني العائلة العائلة لازم يعني من يصير بها مثلا ابن اخو يعني اي شيء، مثلا احنا لازم نحتوي هذا الموضوع. راح يرجع اخذ منك ان شاء الله يعني الاداره، الاخوان بالاداره اعتقد ما يقصرون، الكادر التدريبي ما حد كلمنا وياه، اللاعبين تكلموا مع الكادر التدريبي ومع اداره الفريق، وان شاء الله يعني دعوه من عندي الكابتن علي شحماني مشرف الفريق، بين احنا دائما اللاعبين حاسبيهم يعني اخوان صغار، وبنفس الوقت احنا بكل الاوقات احنا لازم وياهم، فنعتبره يعني كابن وخطأ، يعني كل إنسان يخطأ، والولد يعني الباحة قدم اعتذاره للاعبين والمدرب، وما أعتقد يعني إحنا ما نريد الموضوع يكبر، لأن مازن لاعب مؤثر، خاصة إحنا عندنا بطولة يعني نتمنى الكل تكون متواجدة. مازن ثروة وطنية ولاعب منتخب وطني وابن الشرطة، والشرطة عنده استحقاقات خارجية، فبما أنه قدم اعتذار يعني شعر بالخطأ اللي سواه، فنتمنى اذا كان اكو مجال للصلح ما دام الموسم بعده بالافق، يا ريت انه يرجع مازن لوضعه الطبيعي مع الشرطه.